المدام واجهة مع واجهة الشندوبي. بونجور صباح النور صباح الحب والنشاط. بدينا ميل غزيل ميل ونس كل وقيت هذية هكا خليكم تتحركوا معنا وعاملين معنا بون كيف. 9:41 دقيقة واجهة الجندوبي معكم في المدام واجهة وولادها. عنا الأخبار المزيانة، عنا الدنيا الكل، الذمار، عنا الضحك، عنا المرشي، عنا الطبيخ، عنا الدنيا الكل معكم انتوا حتى نص النهار فيش ولا. المدام واجهة مع واجهة الجندوبي كالعادة كالعادة بيان سور. سيد مخشي ما عطتنيش هذيك يا لا 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 يا الله ديما هكا في بالي بالجمعة هذيك تعملها داكور دوكي. يلا يا سيدي ما عندناش اليوم لا 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 ما عندنا حتى شيء. عندي أبنائي ديما معايا تبارك الله بحذايا بعد شوية بعد شوية. هاي مثلا فلا هاي قهوة ميلة ميلة أنا شهادها الحيوية والحب. بعد شوية نعرفوا هل سيغادر النوميني، هل سيغادرنا الليلي، هل سيغادرنا الليلي الكوتش دالي، هل يكمل معنا ما بعرف. بعد صباح النور ايش ما تكش ما تكش كلمه هنا مزت النبر هنا تا. نحب نقول للناس كل اللي تسمع فينا بالله بالله عاونوني وابعثوا واحد على الرقم غدي 31 لا لا مش حافظ 31 380 ألف. اي صحيح ابعث دي على 31 830 ألف وقول راني نحب دالي يقعد فوالا وتبعث دي 2 اذا انت ما تحبش دالي يقعد على نفس الرقم. صحيح شكرا ليك بيكم بطال دي 3 على لوز المشكل خليني نكمل توا بيكم بطال بطال غدا مش هسمع. دونك باش نشوفوا اذا كان دالي حقق مع علولو الهدف في انه ينقص كيلوات وتنعرفوها بعد قداش باش نشوف اذا كان الديفي نجح فيه. مرحبا بيه ولو انا مانيش ياسر ياسر ولكن على غال مرحبا بيه. عندي حماده ديسيبت مازال اذا كان ما ربحش طوميو 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 نقولوا له كانت تجربه جميله وبارك الله فيك وكنا وعدك الكل. ها يا سيدي ينجم اليوم زاد الاخر يكون سبب في قطعان رزق خالو ها البطال نجم يكون عرعود. صباح الفل صباح الانوار وجوج والياسمين كيف الحال؟ والله الحمد لله. البارح ناس كل يقولوا لي حاول ما تضعفش هكا الميساجات جاوني هكا انا صريح ونقول كان الكلام تذكر الايامات الاولانيه جاي يتمسكن هكا من بعد ولا يفك في اللي غبغيك ومن بعد ولا يقعد ولا تدري شنو تو لا يطرد في العباد مش غالي تو مش تربيت بوغانجا خاطر تربيت بوغانجا تربيتي تقاك من عائلة بوك انت خرشي وكل بون على غالب عليا هذاك اش عندي ثلاثة روبريكات ربي يزيد شفت كيف يا ربي يزيد وتطريده. مازال يستنى في رد رئاسة الجمهورية لليوم ولدي المدلل له يوسف صباح الفل وصباح الرئاسة. بونجور وجوج بونجور الاولاد بونجور اللي تسمعوا فينا ولا تفرجوا فينا في اي اف ام تي في ان شاء الله عديو قايت به حتى لنص النهار. كونسيرنون الرئاسه مازال جاتك اشاره؟ لا ما فماش اشارات ابارت عاد الحاكم بحذا داري البارح هكا هو سينو فما حتى اشاره. دونك ان شاء الله يجاوبونا سينو كيما قلت لكم راني نهار الاثنين الجاي تلقاوني في كارتاج ونهار الثلاثه بقدره ربي القفل المرنقي. شكرا ان شاء الله لا وش نقول لك ان شاء الله لا ان شاء الله لا. ابني البوغوس الوسيم ابني ملك الهرب راجع هرب ما جاش اليوم امشي نحي في جبيره نقولوا له طريق سلامه من هنا للسبيطار ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يدو لاباس. دونك اكيد بشي نحي ويعمل تصويره كل ان شاء الله سفا قال له اسبوع الشهاده هذاك ان شاء الله يا ربي ما يرجع يشاهد يشاهد ما ياخذش الدوره يشاهد طول البلاصه هذيك هي بيتها. على كل حال نتمنى له الصحه والعافيه ويرجع معنا ان شاء الله بقدره ربي غدا غدا يكون بخير اذا كان صبعوا لباس مع دو روبريك غدوه دوريجي بيان سور دوريجي راهو يحضر فيها تو هو في الثنين باش ما يقعدش بلاش ودات الخطبه زاد اش ما تبداش تنبر خاطر راهو انت مصيرك اليوم مجهول دونك نغمل ما تعمل هكايا تابي محلاها وكله تفرش باش تلقى ما تتغطى باه فهمت نطلب السماح من خويا جبت فشكت الزهر والعطرشيه اللي انا ما جبتش فشكت الزهر والعطرشيه اذا الصمت الرهيب صحيح حتى تجيك ربريكك وعندنا ميزان البرة باش نوضوا ونشوفوا امورنا وبحليب عزدين تريسيبس يسخن قد شكون نسيحوا بحليب ريت كيف رجعنا لبلاصتنا المخرج. يلا يا سيدي نبدا والبرنامج بتاعنا دائما وابدا دائما بال سونداج صحيح زيدي والله العظيم
السونداج اليوم السؤال متاعنا يقول التونسي كيفاش يرى القراية وطريقة التعليم في تونس بين قبل وتو، كيفاش يشوف طريقة التعليم في طريقة التعليم، ما نحكيوش على المنظومة ديك حكاية أخرى، لكن طريقة التعليم إيصال المعلومة كيفاش يشوفها كيما قبل قبل خير وإلا توا خير، ده اللي حسب رأيك أنت يقدم واحد فينا. بكل صراحة قبل خير برشا، قبل كي ندخلوا الكلاس من المكتب راهو من شدان الصف تبدا هكا ترقل ماك البروف وتعطيك المعلومه ومحليها وتفسر لك ملغي كنا ناكلوا ترايح قبل. انت كنت ترايح ترايح مع المعلمين ملا الحمد لله ديما الاول ولا الثاني في الكلاس من دونك كنت قرايب دونك نتصور قبل الخير هو قبل نتاعي انا هو طوم نتاع طوم قبل وكا يوسف انا ظلي اخر جينيراسيون اللي كنت تحترم الاستاذ معناتها الجينيراسيون نتاعي انا ظلي الاخره بعديك دخلت في حياه مسكينه تحس اللي الاستاذ ما يحترموش لمته ما عادش ولا الاستاذ المره اللي فات شفت فيديو على لي ريزو سوسيو الدور معناتها تلامذة يسبوا في استاذهم قاعد في الكلاس هذه موضوع اخر انا نحكي على طريقه التعليم يا الاولاد اضبطوا روحكم طريقه التعليم طريقه التعليم قبل كنت خير ولا تو ما نعرفوهاش نحن تو علي نحن عجب ما عندكش خوك ولد اختك طلع عليك في الشقره ما عندكش كوزان صغير مثلا يجي بحذاكم تساله ولا تخليه يلعب تسالوش في التقرا ولا حاجه كي نساله يقول لي راهو ما تنفع ما عادش فما قرايه سورتو تو بالوضع تو برك يقراو نهار بنهار تو اونليني وبالمشاكل هذيا فما تو برشا يعتمدوا على ليتود مثلا مش كيما كنا نحن قبل ما كانتش حكايه ليتود ضروريه تو مثلا يقول لك اسمع يا تقري في الشك في الشك على خاطر مثلا الاقسام معبية اكثر من اللازم على خاطر البرنامج ولا اكثر كونسونتري اكثر من قبل شبيكم لو اللي تعرفوش تحكيوا على كل حادثه انا من عند الجمهور العزيز يعطيني رايه ويكتب لنا زاد كيف كيف دي كومونتير ويقول لنا هل طريقه التعليم قبل خير من توا والا بالعكس به معاك معايا يا عيني يا ليلي يلا عرعودي امشي المدام واجهة مع واجهة الجندوبي يلا يا سيدي نمشي ولك علولو عرعوديات طبعا عرعوديات أهلا وسهلا بكم في عرعوديات أي واحد من أخوالي ما يحبش يظهر في الروبريك هذه كل عادة عنده من عندي نصيحتين لا يظهر لا في الراديو ولا في التلفزة التلفزة التونسية راهي بيها أكيد التلفزة التونسية راهي بيها وحتى الراديو التونسي راهو بيها وخاصة كي اليوم باش يكون يوم الحسم اليوم باش نعرفوا شنية مسير خالد وبلكشي اليوم نجموا نختم مع بعضنا مرحلة كانت صعيبة علينا الناس الكل نعم. تحملنا فيها أغلاطه وتعذبنا فيهم بكلماته لكن البارح تحس دالي عمره ما كان خايف ان شاء الله يا ربي نقعد معك انا مش نقعد ولا مانيش مش نقعد بالفاسون المساج وصل للعباد وان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ان شاء الله انا نقول حاجه برك ان شاء الله يطلع خفاف ظل كيفيان الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلها ويخليها ابو غنجه نعرفها ما تعمل كان الصحيح دونك انا عندي ثقه فيها دونك على القليله تساندني ومساندتني بقدره الله هاي سيدي نكملوا اليوم اخر نهار هاي بارس ديان فهمنا رواحنا معناتها باش نقعد معاك ولا مانيش نقعد معاك انا فرحان بيك دونك يا جدع انت فورطه يعني شبيك حلقه زي ما الكل قالهم البارح زي ما الكل قالهم البارح انا عسيت عليهم بالكعبه صحيح صحيح. وخرجت الاكسخي هذه هو راهو الحقيقه وجوج بيني وبينك نحب نقول لك لازم يطرد تعرف علاش لازم يطرد لماذا على خاطره ولا يعدي في العبيد اللي معاه لا انا كان عندي واحد يشتح على تربو فلس اللي هو الكوتش ولا لي الاخر الطفل الصغير ولا ينقز هو بيده ما عادش يفهم حتى شيء قاري في فرنسا ما شاء الله تكل عليه حتى طفل اللي قاري في فرنسا تعدي اما البارح عجبني طفل اللي قاري في فرنسا تعرف علاش ولا تذكرش معي حلقه الشاشه البارح حط في قلبه وعمل الحلقه من فصل الحكايه غير عادي السؤال اللي يطرح نفسه من وقت ايش موجود الشامبوان حسب رايك اوكي من اول الدنيا من اول الدنيا موجود باش نعطيكم اكيا اغلى شامبوان في العالم حسب رايكم بقد ايه اوكي 355 ملي لتر عرفتها البلانت امبر حاسيل سي ان بلانت روس اوكي ماكمش معايا اليوم مش مشكل بلانت هي في لا حو ارشاد عملها لنا الروبريك بكل دي بلانت وش بيك ما تعرفش ما نعرفش فضحتني خليتني ضحكه خليتني اعار
قدام سيدات ونيات الاخريات. ظهر لي صحري يا جماعه ما جبدوش منه ارواحهم من الروبريك نتاع كاكاو، انما جبدوا ارواحهم من البرنامج ككل. راهو لايكا باش يعملوا فينا فوالا. انا خاتيني انا ممثل على روحي، جيت نعمل في جوايه مروحه انا ما يهمنيش. وانا بطبيعتي غدوه مطرد مش مشكله. وانت بطبيعتك غدوه ما تجيش خويا، نرجعوا على الربيعه حتى عبد وزاراتنا ودنيتنا. انا بطبيعتي نلوج على بقعه في الرئاسه. الناس الكل تلوج على بقعة في أي بلاصة. ما فهمتش الجمعة جاي شكون باش يقدم البرنامج. أنا لقيت الحل مع أمي بوغانجا وباش نعدي لكم الموضوع هذا وباش نفسر لكم أكثر. حلقة جديدة من المدام وجيه. النومينيز لهالليلة هن وجيه الجندوبي، الدوبلكشي، يوسف صحري بحري. النتيجة رح تظهر بعد شوي. يلا صوتولهم بسرعة على أي رقم انتو عاوزينه. كل التوفيق لكل النومينيز. مقدم البرنامج للأسبوع القادم هو علي عرعود. اي نعم باش نقدم البرنامج. خذيت على قد قلبي ما قدم بكري جي خذير وبريكم بعد ولا يطرد. هكا هول الجمعة جاي باش يكون عندي برنامج. عندك ما تقول لي وجهها؟ احلاه ما احلاه ولد بنتي ما تعرفوش باش يجي ان شاء الله الجمعه الجايه يبدا معانا الخدمه. ان شاء الله الجمعه الجايه باش ناخذ البرنامج. شكرا ليك كنت هذه عروديت لليوم. شكرا شكرا ليك والله لا عاد نشكرك حتى نص ربع. شكر بتاتنا البتة على شكر القديم ميس. شكر القديم وغنجة ايمان الكل فسخولي 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 دنيتي الكل. شكرا ليك عروديت. ما فهمتش علاش اليوم راجح ما كانش موجود. ماهوش نوميني؟ لا لا ماهوش نوميني. لماذا؟ خاطر مريض قلت بقى. لا ابدا يستحيل قاعد تخر تخر. بعث لي اربع كعبات ياغورت البارح وطلب بنان وشويه. فلا اسكت. عندي كسكروت كيف تيجي جبته نهار الاثنين ماكش تكون موجوده في عروديات. شكرا ليك. يلا يا سيدي نحن نمشيو فاصل ونرجع نشوفوا فاصل الحكي. بتحبش فاصل سيد مخرج؟ نمشي طول فاصل الحكي. يلا بجرب عشان مش تحكين حسب رايك شي بتسكتوا على الجل دوش البارح شامبون اليوم جل دوش. لا حاجه اخرى ظهر اكوتي دي لا بلاك شوينغوم. شوينغوم باش تحكيوا على باش نفصلوا. حكيت شوينغوم من اول الدنيا وجوج البشريه توم غذره من اول من اول الدنيا. الاغريق مثلا كان شوينغوم نتاعهم ريزين نتاع الشجره، عرفتوا كي الريزين هذيك نتاع الشجره، وكان زاده يمغذوا الاعشاب، ياخذوا اعشاب ويبداوا يمغذوا فيهم. الهنود الحمر كانوا شوينغوم نتاعهم اوراق نتاع لي سابان، عرفتوا نتاع نويل هذاك الاوراق نتاع السابان كانوا يمغذوه. اول شوينغوم كما نعرفوه توا تعمل عام 1848 او السيد جاتو فكره اسمه جون بيكون كورتيس هكا بالضبط اسمه. اما كان معناتها بلوك كبير، عرفت كش عليه ياجوره كبيره وتاخذ قد ما تحب انت من البلوك هذاك، دونك تاخذ برشا بلاصه كانت الحكايه. اما الفورمه اللي نعرفوها توا بلوزو موا نتاع الشوينغوم فكره جنرال مكسيكي. كان جنرال مكسيكي جاتو في 1869 وحكاها لتوماس ادامس وحكي له على ماتير اسمها شيكلي. شكلي الشكلي اللي هو غوم جي من لاتكس بلون. 1870 توماس ادامس يعمل الشوينغوم اروماتيزي، وقتها ريفولوسيون كبيره في الشوينغوم، معناتها ريفولوسيون كبيره. اما المشكله انه الجو يقعد شويه ما يقعدش برشا، معناتها من با لحظات ويتنحى الجو يولي معناتها تولي طرف بلاستيك تمضغ فيه تمضغ فيه تمضغ فيه تمضغ فيه. العباد بدات تتشكى من الجو كيفاش ما يقعد معناتها العبيد. لين جاي سيد شلق معناتها بالفازة وعمل دي اكسبيريونس، فهمت اللي لازم يزيد سكر ويزيد سيرو دو مايس للقوم باش تشد الجو اكثر. وهو اول واحد عمل لو فامو شوينغوم على مونت بالمونت. دونك السيد هذا اسمه ويليام وايت والماركه نتاعو اسمها يوكوتان غوم. 1914 شوينغوم ولا انترناسيونال يتباع في العالم الكل، وهذا بعد ما جاي سيد اسمه مسيو ريغليس. جمع دوا جي مسيو ريغليس اللي خرج توتي فروتي فروتي غوم معناتها شوينغوم توتي فروتي نورمال واللي اخذت سكسي بلانيتير في العالم الكل. ولليوم ريغليس موجوده للماركه. ريغليس موجوده لليوم. 1950 يجي شوينغوم سان سكر. شوينغوم سان سكر اللي هو اختراع هذا 1950 جي شوينغوم سان سكر اللي هو اختراع نتاع دونتيست. دونتيست
معناتها خايف على لي باسيون نتاعو، عمل لهم شوينغوم يبيع لهم في شوينغوم سون سكر لين بعد 10 سنين 1960 يبيع البروفي نتاع شوينغوم سون سكر الويليام ريكليس اللي خرج بلامو. بلامو اللي هي شوينغوم راهي موجوده حتى لتوا، هذا شوينغوم سون سكر، هذه هي قصه الشوينغوم. بعد جاوا برشا ماركات اخرين وبرشا دي تكنولوجي في شوينغوم اللي من داخل بالسيرو واللي برشا حاجات وكل واللي تعمل امبوله كبيره، تعمل امبوله وكلي كلي تعمل ديز اكسبلوزيون في حاسيل. ونشوفوا بالارقام قديش حاسب رايكم انتم باللي وجاوبوني، ما تخلينيش هيك في الشيء باش سي عرعود ما يحطنيش في عرعوديه غدوه. قديش من شوينغوم يخرج في العام حاسب رايكم في العالم الكل؟ 100,000 100,000 كعب، 100,000 مليار، 3 مليون طن يخرج كل عام شوينغوم في العالم يتباعوا للعبيد. هو اكثر سكرري تتباع معناتها قبل الحلوى، راهو في الـ في الـ في الكلاسمون معناتها بتاع شنو يتباع، هي تتباع قبل الحلوى في العالم. بلي خذوا عملنا على اللوبي 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 حاجه اخرى نجي اللوبين نجي اللوبين وشنو هي الشجره اللي جاي من قريب باش نقول لك عليه الحكايه. شوف انا غدو اللوبي هو جست سؤال نحب نسال، معناتها انت متاكد انه شوينغوم سون سكر عامله طبيب اسنان مش مناس سعيدي معناتها؟ يلا يا سيدي لقيت ذي ليه ما نصدقش بورتون دوبليكش بعيد عليك معناها ما تبداش ظالمو. انا شجعتك هكا ضحكت ريت سمعت. لا 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 سامح وقيت الاخبار ونرجع خلينا نمشي نتفاهم معاهم نرجع من بعد نكمل معاك حتى نص نهار. اخرج لي اخرج لي اي اف ام استرو ليلي بونجور غرو بونجور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام مستمعينا راديو اي اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم نهار خميس، نهار مزيان، نهار خارق للعاده، ان شاء الله بالتوفيق للمستمعين نتاعنا الكل. حاب نفكر المستمعين نتاعنا اللي لحد هذايا ان شاء الله ان شاء الله عيد الامهات، دونك باش يكون برنامج للتنسى سبيسيال الام، عيد الامهات ان شاء الله تكونوا موجودين معنا. كل ام تحب تقول كلمه لولدها، كل معناها اوليد ولا ابني اللي هما يحبوا يقولوا كلمه لهم بوكو با، تنجموا تشاركونا، تنجموا تعطيونا رايكم زيادة، تطلبونا على 31 380 ألف. وكل عاده استرو ليلي من الى 11 سبيسيال في الدماغ زيدا باش نحكيو على العلاقه الابراج الام ومعاملتها مع صغارها كيفاش نجم تكون. دونك ماذا بيه تكونوا زيدا موجودين معنا وتشاركوا معنا وتعطيونا رايكم، تطلبونا على 31 380 ألف. معناها نهار الاحد من نص النهار لساعتين للي تنسى، ومن 8 ل 11 استرو ليلي سبيسيال في الدماغ. ان شاء الله كل ام حيه بالف الف الف خير، ولي امه مش موجوده الله يرحمها وينعمها. نبداو على بركه الله بالحمل الوديع، الحمل المزيان اللي اليوم اليوم نهارك يا حمل كما وعدتك، اللي وسط الجمعه معناه اربع وخميس والجمعه احداث مزيانه. ان شاء الله اليوم نهار سبيسيال تقضي فيه امورك كل وتسترجع فيه الطاقه الايجابيه المزيانه اللي تلاشيت نوعا ما في الفترات اللي اتعدت، دونك تلم قوتك الكلها وسجعها الكل والامل الكل والتفاؤل الكل وتقدم وتواصل بطريقتك. حذر روحك انت الحملة عندك حاجة مزيانة من البارتنير نتاعك، كسوا انا مو كسوا طمغي كسوا حاجة مزيانة، المهم فما رومانسية خارقة للعادة للحملة. الثور اللي قلنا عليهم الأبراج المتألقة والمزيانة والممتازة والحلوة اللي عملوا خطوات خارقة للعادة واللي فما مازالوا يستنوا على طول، احنا فيها الفترة الحلوة، خليك متفائل، حاجة حافظ على جانب التفائل والثقة في النفس، رد بالك والاندفاع. ما شاء الله ما شاء الله خطوات خرق العدم وسندة كوكبية ممتازة، استقرار كلي من واحد كل، وخاصة أخذ قرار في وضع كان فيه نوعا ما من الصعوبات بالنسبة للثور اللي ما عرفوش ياخذوا فيه قرار في الفترة اللي اتعدت. دونك إلى عندك الكوراج والعزيمة هكو متأكدين معناها من الوضع، دونك قرر وواصل ومن غير تردد ومن غير تراجع. ديما نقول رو التردد يضيع علينا برشا حاجات أحلوة كما زاد الاندفاع برشا مش حلوة، دونك التوازن هو الخرق للعدم. أنثى عندك أخبار مزيانة خاصة عائليا وماديا. الجوزاء اللي هما من ابرز الهوائيه اللي قلنا عليهم بداو ياخذوا الكليبر نتاعهم، لو كان تحافظوا طوال معناها تحافظوا على التوازن اللي نتوما فيه وتشوفوا الاشياء بعمق اكثر، تنجموا تعملوا خطوات ايجابيه خارقه للعاده وتعويض كلي من نواحي الكل. حاجه واحده ابعد شويه على الاسراف وخليكم مستمعين، اياك ورد الفعل والانفعال، ما تخليش ما تعطيش الفرصه شكون يحط لك العصا في العجله، خاصه لي متذين نجموا نقولوا مرحله عبور حساسه نوعا ما فيها شويه ضغوطات مي كومام فيها ايجابيات خارقه للعاده لو كان تعرف
كيفاش تتصرفوا. أنثى الجوزاء خبر مزيان على الأخر في الجانب العملي، واللي يستنى في خدمة اللي يستنى في حاجة تخص الجانب العملي إن شاء الله عندك أخبار خارقة للعادة. السرطان، السرطان من البارح وأنا نقول لك رد بالك وتردد، رد بالك وتراجع، الشكل التوتر ليه، برشا حاجات ليه، خلي الأمور تمشي معك بطريقة مزيانة، صيع بيت الشحنة الخارقة للعادة من الكوكب نتاعك، توج تدخل على الفترة اللي بالحق فيها النتائج المزيانة، معناها مهما كانت الوضعية في الفترة اللي تعديت وصلت برشا حاجات مزيانة، اللي جاي البقي أحلى وأحلى لو كان بعده شوية على الشك والفلسفة المفرطة اللي تنجم تضيع لنا التوازن نتاعنا. دونك خليك متوازن يا سرطان واستنى الأخبار السارة. أنثى السرطان فما دي سينياتور كو سوا كونترا كو سوا مارشي كو سوا مارياج كو سوا حاجة مزيانة وأوفيسيال وحلوة وفيها تعويض كلي بالنسبة للسرطان. أبارامون الأبراج المائية اللي هما السرطان والعقرب والحوت عندهم بوكو سيناتور الأيام هذيا، معناها باش ياخذوا الأمور عن جدارة وبجدية، الحكاية فيها معناها إمضاءات مش لعب ولا وعود بالكلام ولا لا، أمور رسمية وأوفيسيال. وهنيئا للأبراج المائية على قد ما تعبوا واستناوا وصارت برشا حاجات اللي قلقت شوي وبرشا غموض وبرشا أخذوا رد، وأخيرا معناها ديما فما الفترة المزيانة اللي فيها تعويض، خاصة للناس اللي عاشوا مراحل فيها نوعا ما من الصعوبات غراتويتمون لله في سبيل الله معناها من غير حتى شيء. دونك الحمد لله رب العالمين اللي فما ربي سبحانه يعوض يعوض الحاجات الحلوة. الأسد حافظ على التوازن، أنثى الأسد محلك محلك عندك 3-4 أيام فريمون عندك توازن غير عادي وقابلة الوضع وقابلة الحاجات اللي كانت تتوترك وحتى هي مش موجودة رو ساعة ساعة، فلسفتك الخاصة هي اللي تمشي بيك بعيد شوية تخليك تكهرب الأمور وبعد ترجع ودرشوك الخوذة ذيك. لو كانت تقعد هكا خاصة دي ما تذومع اتأكد اللي انت باش تحضر للشهر وللعوام اللي جاية، خليك متوازنة شوف الأمور بجدية ورد بالك الاندفاع ميساجش كما ردوش الفحل سوخ بلاس مش مشكل مش يفوتنا حتى شيء، نجمو نجاوبو غدوة نجمو نجاوبو بعد غدوة. دونك خليك متوازنة خليك حلوة وخليك منتظرة، حلو الانتظار ساعة ساعة مش على المدى الطويل ما على حسب الوضعية توا حاليا، ماذا بيك تقعد منتظرة حتى الأيامات اللي جاية توضح لك برشا حاجات حلوة. إذا كانت تزرب وإلا تنتفع تظلم روحك تظلم غيرك وتضيع المجهود اللي أنت عملته في الفترة اللي اتعديت. دونك نوصيك ونزيد نوصيك يا لبا اقعد عاقلة استنى شوية إي تو فواغ معناها لا بون نوفيل إي تو فواغ الكادو دو جو اللي هو قريب يخلط مع الشابطة. رجل الأسد قلنا خدمة فلوس أخذ قرار محليهم محليهم وسورتو اللي يستنى في حاجة رسمية خاصة كسوة قضائية أو صحية. عندك أخبار ممتازة عمليا نقولوا ديما اللي يخدموا أحرار وإلا المتسلط عليهم الأضواء هذوما أياماتهم اللي بالحق باش يعملوا خطوة خارقة العادة وحصاد نجم نقولوا الحصاد، ومهما كانت الخطوة إيجابية حاليا مازالت الإيجابيات أحلى وأحلى ليامات اللي جاية. دونك نتفائلوا خير بإذن الله نلقاو كان الخير. العذراء اللي قلنا عليهم انطلقوا صيي خرجوا من النفق نتاع الجزر والمد والإحباط والقلق والحكاية هذيك كلها صبت خبيا. هذه هي البيريود اللي فيها المنعرج اللي باش يبدل معناها نسبة كبيرة برشا في حياة العذراء كسوة امرأة وإلا راجل، معناها باش ياخذوا قرارات خارقة العادة باش يشوفوا الوضع بطريقة معناها سلمية أكثر. دونك باش يقدموا بطريقة أحلى وأحلى سورتو إذا كان جانب العملي الأمور خارقة العادة والمادية زاد كيف كيف قلنا صناعة عملوا فلوس بالنسبة للعذراء وعزم النجاحات وتوسع العلاقات اللي عنده معناها كونكيرونس ما تبيك تفي اتنسيون ماكسيموم. ديما نقول مش كل حاجه تلمع الذهب ياما لمعوا طرف الاخر بكل ميم با فضه. دونك في اتنسيون ماكسيموم واصل بطريقتك وحافظ على جانب التفائل والايمات هذه اللي انت فيها عندك فيها احداث غير منتظره ممتازه على الاخر بروفيت لو ماكسيموم باش تحس روحك قاعده تقدم بطريقه احلوة. انثى العذراء خلي عندك الحوار، هما يا اما يتكلموا على طول يا اما ساكتين جمله، ماذا بينا التوازن ما تكلمش على طول ما تسكتش مرة واحدة. دونك خليك نختاروا الوقت المناسب اللي نجم يصير فيه الحوار، خاصة أنثى العذراء اللي عايشة أقلق والعلاقة فلو مش واضحة ولا صعبة ولا اللي هي ولا فهم شك ماذا بيك توضح الأمور. ديما نقول أنا الحوار سيد الحلول وسيد المواقف. إلا الميزان، الميزان نقول عليهم ما شاء الله عليهم عنده مساندة كوكبية ممتازة خارقة للعادة، خاصة ليمات اللي جاي عندهم غفلة إيجابي من كوكب عطارد اللي هو الحكمة والعقلانية والتوازن وأخلاق
تاخذ القرارات هكا بامور دقيقه معناها وحلوه على الاخر. بروفيت اي حاجه عندك باش تعملها اعملها من توا تشوف نتائج نتاعها من بعد مادام عندك الاراده والعزيمه وجزء كبير ما شاء الله عليهم لو كان تحافظوا عليه انتم فيه حاليا تنجموا توصلوا اللي تحبوا عليه. خاطر ساعات التوتر والتزعج والانفعال ينجم يضيع لنا برشا حاجات حلوه خاصه فيزيك مغلمه ما فيش فايده. ناخذوا الامور بالراحه. عندك مسانده كوكبيه ممتازه اي حاجه تحب تعملها واصل وما تنساش اللي انت عندك سيركريز مزيان برشا والا ولاده حدث في حياتك اللي باش يبدل برشا معطيات يخليو الميزان يشوف الوضعيه بطريقه اخرى احلى واجمل. وديما كي تقلق تفكر اللي انت كوكب الزهره يعني الجمال والحب اللي عندك هذا مزوز في شنو مازلت تستنى. دونك خذ الامور بطريقه جميله وبرشا حب. العقرب العقرب يقولنا عليهم انطلقوا سيب ما شاء الله عليهم من وحي الكل 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 خاصة ماديا ما شاء الله معني عروض ممتازة حتى كان فما حاجة بغلال مع خدمتك بوكوا با بتاخذ قرار واصل. انت من الأبراج المحدودة خاصة للشهر هذوما اللي احنا فيهم نجم نقولوا من جوان حتى السبتمبر كل بيريود عندك ايفنمون مزيانة اللي فيها تعويض كلي. إذا جاك عرض ما تقعدش متردد كون أنانية شوية حاول تحب روحك وقدم بطريقتك خذ القرار من غير تردد. نعرفوا العقرب مرأة وإلى رجل ما يخذوش القرارات بالسهل ما ينفو أخذوا القرار صي ما عادش يتراجعوا. دونك ماذا بيك ما ضيعش الوقت اللي عندك فيه الحظ اللي عندك فيه مساندك سواء من الوندو خاجم تاعك ولا من أصحابك ولا مالي كوليك ولا مالي هو وأون بلوس عندك مساندة من الكواكب المزيانة لي متذية أنت محتويك الكوكب متاعك اللي هو المريخ. ديما نقول الانضباط والعقلانية وأخذ القرارات المزيانة والتوازن والخط خطوات الثابتة والحب والإخلاص وكل حاجات المزينة كل. دونك واصل يا عقرب اتو بابواغ ليمات اللي جاية الكادو اللي قريب يخلط ما عادش يبدأ إن شاء الله. القوس القوس اللي قلنا عليهم واصلوا البارح ابعدوا شوية على الضغوطات والكل لقيت القوس منفعلين تريف وإلا عندهم نوع من التردد. اليوم ليه رجعوا القوس قوسك اللي عندهم إقبال على الحياة بطريقة مزينة. أحلى حاجة في القوس اللي هم يحبوا الدنيا ويحبوا رواحهم هذه معناها الباز متاع النجاحات متاعهم اللي يتقبل وكل شيء بالثقة اللي عندهم في رواحهم. سيبوغسا ديما نقولوا القوس من الأبراج اللي عندهم نجاحات ممتازة. عاود الانطلاقة من اليوم القوس. دونك حذر روحك للحاجات الحلوة والمزينة. هذا ما يمنعش اللي فما نوع من المنافسة وإلا من الضغوطات وإلا من الحسد ولا من اللي هو ما هذا عادي جدا بالنسبة لك أنت لو كانت تتصرف بالجانب العقلي. يعني أنثى القوس تشبه برشا 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 الأنثى الأسد اللي يحيروا معناها في الاختيارات ويقعدوا مترددين وكبروا الحكاية ويكبروا المسائل بينهم بين رواحهم من غير ما يتكلموا ومن بعد كي تتعدى المرحلة هذيك ويخسروا فيها موقف ولا حدث يقولوا كيفاش. سبوغسا أنا نشجعك ديما نقول لك اتصرف خذ الموقف خذ قرار عيش التجربة عيش اللحظة خذ الوضعية كما هي بالضبط ما تسكرش البيبان قبل ما تحل. حل خلي يضرب الكوروندير وبعد تسكر بطريقتك أنت كما أنت تحب. دونك أنت من الأبراج المزينة والمحظوظة وباش تحس روحك بينك وبين نفسك محلك محلك وقداش عندك رضا على النفس وعندك إقبال على الحياة. بروفيت بوكوا با بروفيت لو ماكسيموم عليك تجي الحاجة الخايبة وإلا الصعيبة وإلا فيها السلبيات نتقبلوها لها ونلقاوها نلقاولها الطاقة والقدرة باش نتعديوها وكتجي الحاجة الحلوة نقعدو ناخذو نعطيو عيش كل شيء كيف ما هو بالضبط وواصل واللي يصير توا يصير والنتائج بإذن الله ديما تكون إيجابية خاصة لو كانت تتصرف بالعقلانية وتدخل الأمور بالراحة. الجدي اللي البارح قلنا عليهم سون كومونتيغ بكل أمانة بكل أمانة سون كومونتيغ ما شاء الله عليهم الكل 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 مرأة وإلا راجل يقرا ولا يخدم يستنى في دوسي يستنى في امتحان نعمل كونكور يستنى في اوكي يستنى في اكور يستنى في اي حاجه تخص الامور الحياتيه اللي هي مثلا الدراسه او العمل او المادي جانب المادي. نجاحات ممتازه واصل ما نقولك حد شيء كان واصل خاصه توا 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 عندك مسانده ممتازه تحس لي برشا حاجات تقتل تلقى الامور معاك والحظ معاك بخفيت له ماكسيموم حتى ما تاجلش. الحاجه الوحيده ما تاجلش وما تتراجعش وما تسمع كلام حتى حد هذه أحلى حاجة. نعرفوا الجدي ما يندفعوش بالسهل صحيح عندهم صحة الرأس ما عندهم شكل اندفاع ذاك اللي بلبز الأمور هما كيتوتروا شوية يدخلوا بعضهم مالو غاستو كل عندهم رزانة خارقة العادة اللي تخليهم يوصلوا اللي يحبوا عليه. السنة في الصيف إن شاء الله إن شاء الله يا ربي باش نعرسوا البرشا جدي اي سوختو اللي توا ما عندها حد شيء اللي توا عايشة فراغ هي اللي باش يجيها للبخان الشغمان يختفها مش في على حصان فماش حصان باش يختفها في طيارة ويطير وتتعوض الفترات اللي تعدت
بالكل بالكل خليكم متفائلين وخليكم عقلانيين وإياك الغيرة المفرطة. نعرفوا أنثى الجدي كتحب تحب بقوة وعندها غيرة مفرطة اللي تنجم تفسد بها العلاقة على روحها وإلا تتجاوز معناه برشا حاجات اللي تنجم تكون كسبها ماذا بك. لا فما حاجة تخليهم لروحك عايشك إدارو زادة إدارو كما القوس بدأوا ترجعوا خذوا التوازن نتاعهم والثقة في النفس والإقبال والطاقة الإيجابية المزيانة اللي تخليهم يواصلوا خاصة 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 اللي يخدموا أحرار وإلا يستنوا في حاجة معناها مهمة جدا كسوسوا دوسي ورقة أوكي باتيندا رخصة كريدي أي حاجة ما شاء الله عندكم إيجابيات ممتازة يعني أي دلو عمل خطوة في الفترة اللي تعديت والأمور ما مشتش مساش نعودوا محاولة أخرى باش تلقى الحظة معك باش تلقى الحاجة تستنى فيك مش أنت ماشي لها هي تستنى فيك. حب كبير يدخل حياة الدلو يبدل المعطيات كله يعطي شحنة ممتازة فيها برشا أمل وبرشا تفائل وبرشا ثقة في النفس. كما العادة نكملوا بالحوت اللي قلنا عليهم عندهم توازن ممتاز لأيمة الذيم بالحق فما تأثير كبير برشا بتاع كواكب اللي مأثر على عدة أبراج اللي كان عندهم التسارع تحس توا عندهم التوازن وعندهم إرزان وعندهم الحكمة خاصة والعقلانية في أخذ القرارات وكليجيري والأوضاع كيلقاو روحهم في موقف هذه أحلى حاجة. أنت اللي كان تعرف تلقى روحك في موقف مثلا بالدفاع على نفسك وتعرف تلتزم بسكيت وتخدمها في مخك وتصبر شوي وتعرف وقتاش تتكلم سي ديجا احلى حاجه تعملها باش نجم توصل تحب عليه. اما كان تندفع وتحاول تدفع على نفسك وتدخل بعضك ملي تكون مظلوم وتولي ظالم ولهذا ماذا بينا نحافظوا على التوازن خاصه الابراج المائيه كما قلنا السرطان والعقرب والحوت بالحق هما في المرتبه الاولى بالنسبه لبقيه الابراج دونك عندهم الحظ عندهم الفلوس عندهم النجاح عندهم العروض عندهم الطاقه الايجابيه اللي تخليهم يتخلصوا من بقايا الضغوطات اللي صارت وكانت سبب نوعا ما في تعطيل وإلا في أخذ القرارات. اندفع باش تعاود تجيك البوز مرة أخرى وتوند غير مرة أخرى وتولي تاخو تعطي أم وتلقى روحك عملت حاجة مزيانة اللي تتلهى بها. أنثى الحوت حب روحك شوية وقدم بطريقتك تولي تفهموني كي نقول لكم هكاي على حسب اللي انتم تخموا فيه. حب روحك شوية وقدم ما تقعدش خم على حاجة فاتت ولا مشيت على روحها ولا ما هيش واضحة فما حاجة واضحة واصل فما حاجة مش واضحة حط على جنب وقدم ما تعطلش روحك على خاطر حكاية فارغة ولا على خاطر حاجة اللي انت ماكش متاقين منها 100% ديما الغموض يضيع برشا حاجات حلوة. في الاول وفي الاخر ديما نقولوا نتفائلوا خير نلقاو كان الخير ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اي اف ام استرو ليلي اي اف ام احلى راديو اهلا وسهلا مرحبا بكم العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة مرحبا بكم من جديد في المدام وجيه رجعنا لكم بعد ما سمعنا اخبار الحظ مع ليلي. مرحبا بالناس الكل وخاصة اللي تحقوا بينا توا توا لقينا الان نقول لهم اهلا وسهلا وان شاء الله نهاركم اسعد ليام وان شاء الله يا ربي تعملوا معنا برشا جو على خاطر عنا ذمار وعنا الحديث وعنا التحديات وعنا المطبخ وعنا الدنيا الكل في ببليسيتي وعنا تطريد زاد اليوم باش نشوفوا كيفاه ساعة الحسم ساعة الحسم. التحقت بينا ملكة المطابخ نقول لها بونجور بونجور درسوس اهلا وسهلا كيف الحال؟ الحمد لله نستناو بعد شوية روسيت خاصة بعيد الأم نعم وغدوة إن شاء الله اليوم وغدوة إن شاء الله باش تكون لي غسيت تابعين العيد هذه الجميل والرائع اللي فيه برشا كادوات وأنا وغدوة بالطبيعة باش نستنى كادواتكم الأولاد إذا كان ما فما تقرا ولا ما تقراش قبل ما تتعدى أنا صديق قبل ما تمشي تقرا تتعدى الدار دق الباب ما حليتش خاطر مزيت راقدة تحط الكادو وتمشي على روحك داكور دوا يلا يا سيدي دقت ساعة الحسم دقت ساعة الحسم هل سيترد الكوتش دالي من البرنامج وإلا باش تكون اليوم آخر حلقة وإلا مش وإلا وهل باش تكون آخر حلقة لي هذا باش نشوفوه توا في حرك بدنك تحب تحط لي حرك بدنك سيد المخرج بارك الله فيك شكرا ليه هذا السنة الأول حتى من المخرج نحارو بريك صحيح وبتت برهبس دونك خليني نقول اللي برشا ميساجات وصلونا عجبهم الكوتش اللي اختارناه البارح عبد الكريم تريسيبس صحيح عبد الكريم تريسيبس دونك قبل ما نعرفوا إذا كان مش تكملوا لله خلينا نشوفوا الزيكزاكسيس على المباشر ونحكيوا عليهم كوتش دالي يلا حطنا الزيكزاكسيس متاع العود
غو بونجور الناس الكل اللي التحقت بينا تويكا. البارح خدمنا سيانس شويه كارديو اكثر، معناتها باش نحرقوا اكثر دي كالوري. بدينا بالدروج، هذا اسمه دروج، دونك سي تي ماشين جديده، حاجه جديده. البارح خويا علي ولد اختي علي عرود عمل 25 نتاج بعد دروج، هذا اسمه دروج ولد اختي خويا علي. يا ربي ستر على كل مستمعينا الكرام متابعينا، اوك عندكم فيديو قدامكم افرزوا حتكم خاطر مسيك داخل بعض وحتى الكلام معلش كان. تفضل. باهي، البارح عمل 25 ايتاج، دونك العباد اللي ما عندهمش الماكينه هذيك تنجم تمشي لاقرب بلاصه، تمشي لاقرب الدروج اقرب بلاصه تعمل 25 ايتاج، دونك تلقى روحها عملت نفس الحكايه نتاع علي. الاكزرسيس الاولاني هو اكزرسيس كومبيني ما بين الفورس والكارديو. باك الكيتل بال هذيك 7 كيلو حكايه فارغه، يبدا يبالونس فيها. اما من اصعب ليزيكزارسيس هو هذايا، تشوفوا خويا علي كيفاش رمى الاربعه ويبكي، معناتها غاديكا بالله كان تعاود اغزر وجوج بالله قاعد لهنا. علاش شمت فيا البارح؟ قلت له انا مطرد على القليله خلي لك تراس ذكرى ذكرى هذه للذكرى، واغزر ليكزارسيس لهنا طاح على ركيبه. دونك البارح شمت فيه شويه ليزيكزارسيس، ما عملناش 5 كيلو عاده، عملنا 3 اكزرسيس برك، على خاطر في اول السيونس عملنا كارديو، في اخر السيونس عملنا رامور. اي دونك عملنا رامور اللي هو من اصعب لي اكزرسيس كارديو. حرقنا البارح نتصور بالحسب الماكينات حرقنا بين 800 و900 كالوري، دونك حاجه باهيه برشا برشا. دونك نتصور اليوم كان بشوز نروحو من بعد مش يلقى روحو نتصور مس 105 كيلو. دونك نتصور 105 كيلو راهو ماهوش راهو ايفيدون تو تو ساشون كو راهو باش نحب نكون صريح مع الناس، رانا ترانينا ثلاثه واربعه وخميس وجمعه، دونك اربع ايام سبت واحد ارتحنا فيهم خاطر نهار سبت مشينا لمدام منى، ترانينا اثنين وثلاثه واربعه دونك ثمانيه ايام، دونك ثمانيه سبعه ايام سامحني، في سبعه ايام ينقص الحساب ضاع ينقص 7 كيلو، معناتها ليكيفالون تاع كيلو في النهار راهو سي با ايفيدون بالحق للناس. فما حاجه اخرى، جوني دي ميساج بعثتهم البوغانجا، فما شكون مشى معانا في التشالنج، فما شكون نقص ابوبري 2 كيلو في 5 ايام، دونك حاجه لوجيك نورمال لوجيك. فما شكون نقص 3 كيلو واش زاد كيف كيف في 7 ايام لوجيك باقي لوجيك باي او مش نبهرك انا تو. فما شكون نقص 2 كيلو 400 من غير ما عمل ريجيم تاع سبور، من غير ما عمل ريجيم تاع ماكله كان بسبور، وقالت لي راني قعدت ناكل عادي جدا الماكله ما بدلتهاش وبسبور نقص 2 كيلو 400. معناها النيوتريسيونيست اللي جبناه البارح تشهيده تمشي تبلهم تشرب ماء. انا ما قلتش الكلام هذايا على كيف على كيف كذا المسؤوليه ما نعملش الدوانه الكلمات نعطيك العباد اش قالوا لي. دونك نشكر برشا اذا اليوم تفضل اشكر اشكر عندك الوقت. نشكر برشا العباد الكل اللي شاركونا في الديفي، نشكر برشا بوغانجا، نشكر برشا راديو يا فام اللي عطاني الفرصه باش نكون حاضر معاكم، نشكرك برشا وجوج خاطر بالحق كنت علمتنا فهمتني، نشكر برشا ليكيب الكل ان شاء الله نتقابلوا بخير ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي نتقابلوا نهار 19 اوت في العرس كان تحبوا تجيو خاطر كل حاجه في بلاصتها. لا باش نجيو كيك في العرس، لا كيك باش نجيو نلبسوا نجيو ناكلوا نشربوا الزغرت ونشربوا وعرعوا باش يجي زباش بشويه عليك كل شيء. على كل حال شكرا ليك انت زاد الكوتش بارك الله فيك. الان وقت الحسم وقت النتيجه، هل باش يواصل الكوتش دالي؟ نذكروا ساعة بشنو قال الكوتش دالي أول نهار. أول حاجة باش يمشي بعد ما يكمل مدام وجاي يمشي يوزن روحه. باهي. ونوريو التصويرة تو يشوفوها على الانستغرام. علاش الفضايح؟ إي بالطبيعة بالطبيعة احنا أوني ترونسبارون. دونك الميزان نتاعو وبعد ثمانية أيام نشوفوا الميزان قداش باش يولي. داكور. أنا نوعدكم أنه علي مينيموم 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 فما 6 كيلو باش ينحي. إن شاء الله. في ثمانية أيام. في ثمانية أيام. وهل تعتقد أنه 6 أيام كافية باش الكركاس هذايا تمشي؟ ما احنا مش نكملوا من بعد باش معناتها العباد ما يقلقوش منا، وك 8 ايام نتلاهو بسي علي. ايه. اما من بعد باش نخدم معاه مانيش نكمل مانيش نسيبه لما يرجع كيما العيد. دونك هاكم سمعتوه قال اقل حاجه 8 كيلو في 8 ايام. هل 6 كيلو في 8 ايام؟ سامحني 6 كيلو في 8 ايام حبيت لكن ما نجحش. وقال 9 راهو 6 كيلو في 8 ايام، هل نجح في التحدي والا لا؟ النتيجة عم بتبلش تطلع على الشاشة. من 112 كيلو فاصل قداش 112؟ اوه من 112 كيلو طاح ل 106 كيلو. نذكروا اللي أول نهار كان يوزن 112 كيلو
وتوا نقص 6 كيلو زيد، يعني الكوتش دالي دوبلكشي للاسف للاسف مش يوصل معانا للاسف يا خيبة المسعى. هاو جاب الحلو هو ثرنت معاه، جاب الحلو وجاب الدنيا قلب مش يقعد معانا. يلا يا سيدي خسارة الكوتشوات الاخرين اللي كانوا كوتشوات اللي وريتكم تصورهم يا جماعة. كان تعاود ترجع لي تصاور بتاع الكوتشوات اللي شفناهم ليمات اللي فاتت اللي هما اساميهم شنو؟ عبد الكريم تريسيبس. نعم شكري كوادريسيبس. نعم صحيح. والعنصر النسائي غايب في ال كي تعمل حصة جيب عنصر نسائي تاو شنو تاو. على كل حال هذا هو هذا هو الكوتش دالي، مبروك التحدي، يعطيك الصحة. شكرا. وذاك علاش نحن ياسر ياسر فرحانين اللي الغبغيك متاعنا هذية ناجحة، وهنا قدمنا لكم بالحق عملنا ديفي باش تشوفوا اللي رانا منش لوك 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 أكهو. لا لا بالعكس راهو الكوتش اللي عنا كوتش ممتاز جدا دالي تبان. فرحانة برشا برشا انك موجود معنا في الحصة هذية، وفرحانة ياسر اللي انت قاعد تنفع في الناس اللي يسمعوا فيك، وفرحانة برشا اللي الديفي نجحت فيه ومشاو فيه برشا عباد. دونك خليوك معنا يوميا مع الكوتش دالي في حرك بدنك ملغزمة ملغزمة. نحب نشكر روحي يعطيني صحة على خطرين نقصت 6 كيلو، مفهمتش ناس كل تشكر في دالي وحده علاش. وميرسي بوكو بالحق بالحق للناس اللي كل يوم قاعدين يبعثوا لي في مساجات، كل يوم قاعدين تبعوا معي في ليزيكزيرسيس، كل يوم يسألوا فيا قداش نقصت. كلامهم ياسر محلي على الاخر، ما نجمش نسمي خاطر نخاف ننسى، وما نجمش نسمي زاد على خاطر بوغانجا فك التليفون ما عندكش ما تنجمش ندخل. نعم نعم. اما يعيشكم على معني على الكلام الحلو بالحق اللي بعثته لي، وشكرا لكم. جست نذكر الانستغرام تاعي الي ا أغود أخ أو أي ديل برح صحيح ما وصلناش للعشرة آلاف، أما ظهر لي سكرنا 7000 من عرش ستخبيان. أنا حاجة واحدة نحبك توعدني بها اللي أنت 6 كيلو ذم مش بترجحهم في نهاري. هو هو قال في آخر الإكستري اللي اسمعناه راهو باش نكمل معاه صحيح باش نرجعو كيما العيد. هاني تو باش نعاود التصويره كم تاع العيد عرفت هو قال انا باش نعاود نقول قدام الناس الكل راهو عليه مانيش نسيبه، وان شاء الله يا ربي بقدره الله دي سي الرونتري الرونتري سبتمبر ان شاء الله مش تلقاو انسان اخر انسان اخر وتبدا كاريرو. معناها انتم ناويين باش تقعدوا حتى لسبتمبر في بالكم في الحصه هذيا؟ معناها لا هو باش يجيب حذايا انا باش نترينا معاه معناتها فهمتني. تفرج عندنا كوتشيه موجوده كوتشيه بلاستي كريمه مولي كريمه مولي كريمه مولي ان شاء الله كان سهر ربي البرنامج هذا مازال يتواصل تو نجيبوه ان شاء الله بقدره ربي. عام جاي المخرج قال عام جاي باش يكون هو موجود دونك بينا ولا بلاش باش يجيب الكوتشيه هذيا. على كل حال يا لطيف خساره معناها تفرج هذا نتاع كوتش بوغانجا خاطر الترينات عنده درا قديه حبت يكون موجوده على غالب تاع. شوف لنا سبر خرجوا الكوتش دالي بوغانجا هاكا عندك انت كوندكتور شوف كيفاه دبر له حكايه هاك خلي على كل حال كونتراتو في الخليج شوف له كونتراتو في الخليج في الهند في السند دبر له يمشي منه يربح فلوس منه واحنا نرتاحوا شوي. يلا يا زيدي نمشيو بوان مارشي مع ساسويت كلمتني امبارح في الليل ونحكي لكم بعد. يلا عطينا ساسويت بونجور بونجور ساسوها بونجور صباح النوى شحوالكم سافا وجهك تعب شوية البارح ساهرة قومتني في الليل بالهاتفون والله ساهرة والبارح يهني وفيا يا أخويا قولوا لي مبروك ما بغينا نقول لهم معليش قولوا لي راك ربحت جايزة شفت كيفاه شفت 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 مبروك الوجيه الجندوبي خذيت احسن ممثله في دور رئيسي البارح شكرا شكرا ليك شكرا ليك ساسوها جميله رائعه زغريتا وفي المارشي زغريتا شكرا عملهم الكل شكرا ليك ساسوتي الحبيبه كلمتني البارح قالت لي اين انت اين انت الجائزه بتاعك قاعده تدور وانت وين قلت لها والله العظيم راني رقدت قالت لي تو راقده تسع قلت لها سبحان الله لازم نرقد خاطر قوم بكري وقلت لها انت اش تعمل قالت لي انا نخدم راه تو لي كاميرا باش تصور وكل شيء قلت لها غدوه ان شاء الله تبدا في فورما المرشي قالت لي بقدره ربي يكون في فورما وهي في فورما ومحلاها وانت فانا مرشي الناس الكل تسلم عليك وناس الكل قالوا لك راك ما تسال الجائزه برك تسال الجوائز الكل عايشك ساسوهي شكرا لي الكل شنو حبوني انا ناخذ الجائزه في بلاصتك اما ما نجمش وعليه ما
لا لا صاحب الجائزة تاخذ الجائزة نتاعها بلا حد ما يفك حد راه اي مش مشكلة بنتي انت خذ الجائزة باش تجيبها لي باش تاخذ الجائزة باش تمشي تخبى في شونك انت ما مش تجي تدق علي بيت بيت نقول يوم يشد المخرج نتاعنا ابراهيم الطايف هو اللي قال لي كنت لازم تاخذها الجائزة نتاع وجيع هو في لجنة التحكيم اي في لجنة التحكيم يفرق فيهم في الجواز تا ولا نحي من هنا حط من هنا تنوريك ابراهيم الطايف تنوريك وان شاء الله ان شاء الله فيما خير يا وجيع عايشك ان شاء الله ليك انت زيدا ميرسي بوكو ميرسي بوكو ساسو يلا انت فين مرشي دونك احنا في مرشي اريانا اي مرحبا اهلا باهالي اريانا تحية ليهم باش نبدا نعطيكم في الاسوان هاي خضرة مرصفة تشرة شو مزيانها مرصفة تشرة وي عنا لوبيا الخضرة الفيلو على 3000 سنة البيتنجي 1980 ودي القمرة 1490 القناوية قداش 32 دينار اي تصدمت بسم الله عليك اي عنا الحار شوف الحار على 2000 البقلوتي باركو مش 2870 عن القرع الاحمر 1490 الفلفل الحار 1950 القرع الاخضر 2250 الطماطم 1560 البصل الاحمر 1490 الفلفل الحلو 2490 البطاطا 1170 الفلفل المسكي 16 البروك 1950 عن السبنيخ قديش السبنيخ 1490 الفول 1790 بالنسبة للكيلو البسبيسة 1790 الليتيو 8 جنيه المعدنوس 400 دبتة بالنسبة للبيتراس قديش دينار و 280 بالنسبة للبيتراس نعملوا طلة على السويم نتاع العلوش وكل نقول حمر راس بعطيه لبيت الحمد لله عنا الحمر راس 9900 اي الهرقمة 7800 تزرد العجوب 15 و800 هذوما الاسوام عند عم بالاحسن جزار في مرشي اريانا مرحبا بيه ربي يجيب له القسم قول اي قالوا لك ربي يجيب لك القسم ان شاء الله نعم ربي يجيب لك القسم ان شاء الله عندنا الحم جنب تونسي 17 و800 كبدة البقر 26 و800 نقاو سلامية على 23 و800 هبرة البقري 25 و800 الجمينة البقري 19 و800 هذوما الأسويم بالنسبة للخضرة والحم نعملو طلة على الأسويم نتاع الغلة إي نلقاو الحاجة الباهية في مرشي أريانا منظم وكل حاجة مكتوب عليها صحيح عنا المشمش 2980 اباي تيخ الكيلو اي او الكعبه كبيره اي قاعدين نشوفوا نلقاو البطيخ ال 16 جنيه اها اي الخوخ على 1980 اها اي نلقاو الاكبر بودا بقايا على 3980 الاكبر اكثر انا حاب ملوك قديش؟ 100 جرام 15 دينار ليه شنو 100 جرام 15 دينار؟ ليه ساسو عاود اسألوا ما حاب ملوك 15 دينار خمسة كيلو ما لقيت 100 جرام 15 دينار 100 جرام ديامونت نلقاو العوينة 1980 العارض العوينة العارض وري هنا دورنا شوية الكاميرا لحظة بركة بستنيه معايا شوية ميسيش نستنيه هذيك الخضر بيه هذا هو الخضر هذي عليك لحشومية ما حابش تهب ما حابش تهب ميسيش وجهك خير من الغل هاي خير من العوين خير من العوين نقاو اللوز توا طاح اللوز عاد 1980 اي الكيوية اكيد ما غير ما نشوفها الكعبة في 700 في المرشيات الكل نعملوا طلع على الاسوام نتاع الدجاج يلا عنا الكبدة 14
14 عمال يغليو لك فيها كنت تتجيش شمتها فيك ليه تو ما عادش نشري ما عادش تشري حتى ترجع 10000 حتى ترجع 10000 راني انا منظمه حاجه تطلع ما عادش نشري احسنت تربيه به 15 الكبده عندنا شنو اخر الدجاج بالنسبه لليوم على 9890 9890 نلقاو 6490 الذره 9890 بالنسبه للكيلو على 6490 لفخاد 8890 الكالوب بتاش دينار 990 بالنسبة لفخاد دام 7400 بالنسبة لفخاد دام هذوما الأسوان موجهة بالنسبة شكرا ليك شكرا ليك ساسو يعطيك صحة ميرسي بوكو بنتي المزيانة اسمع باش نقول لك حاجة مش البارح تعرفت عليه هنا هاي تعرفنا عليه والله حليلته والله أوبا العظيم نسيب محليه هي شاي بربي شوفوا اختكم فاش تبارتاجي بجا ربي بالله شوفوا 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 فاش تبارتاجي اعطيني يا ايمان محليك محليك نقول لك ان شاء الله نتقابلوا غدوه اخرج عند مارشي هكا ويز في بال نتقابلوا غدوه ان شاء الله في بوا مارشي في مارشي من مارشي يا بلاي في الشارع خلي العباد يقول لك شبيه هذا واحد اوبا اوبا بالبي مش بي يا ما تغشنيش احنا بي الحاج بي. الحاج عمل الحاج عنده هوبا نتاعو احنا عنا اوبا باش ما يتغشش علينا يلا يا سيدي نار لحد عيد الامهات درسوا في حضرتنا وصفه خاصه بعيد الام نمشي نشوفوها في كوجينت شو هالجمال خالتي درسوف مش باش تكون نوميني ابدا درسوف اشنو عملت لنا حضرنا بوش نتاع نوغا بالفروي روج الله فروي روج شيحين شيحين وبالنوغاتي به حاجه كلاسي ما تعرفش الوقت سخون وكل ما كانوا نعملوا حاجات بارده به العيد بمناسبه عيد الامهات يلا يا سيدي اعطينا الوصفه لهال ديغينا غالا بوش به نبداو بالمقادير ثلاثه ابيض عظم 250 غرام كريمه سائله معناها 50 غرام 250 غرام ولا 250 مللتر كيف كيف معناها كريمه سائله حلوه زوز مغارف ماكلة عسل ثلاثة مغارف ماكلة سكر 100 غرام بوفريوة ولا لوز ولا زوز انت والفاكهة شنو اللي تحبها 30 غرام سوغيز شايح 30 غرام فريز شايح ورشة ملح به اول حاجه ناخذوا ثلاثه مغارف السكر هذوك ونحطوهم في قلايه على نار هاديه حتى يذوبوا نحطوا في وسطهم الفاكهه اللي حاجتك بيها أي. نخلطوهم ونصبوهم على ورق نتاع الطبخ أي. نحلوهم شويه ونخليهم يبردوا بيه. بعد نكسروهم ونرحيهم مهروشين به هذيك النوغاتي به من بعد ناخذوا الفريز الشايح والفرامبواز الشايح نقصوه جويت به به من بعد ناخذوا في صحفه نحطوا ابيض العظم ورشه الملح ونركضوهم حتى يعمل الباك دوازو يولي جامد كي نقلبوا شقاله ما يهبط حتى شيء به نركضوا الكريمه السائله كيف كيف حتى لين تجمد به من بعد ناخذوا الكريمه السائله نبداو نحطوها فوق ابيض العظم ونخلطوا من تحت الفوق باش ما نكسروش كل الابيض نتاع العظم به تتخلط الكريمه هذيك في وسط الابيض نزيدوا زوز مغارف العسل نخلطوا مليح نحطوا الفاكهه الشيحه هذيك اللي قصيناها الفواكه الشيحه اللي قصيناهم ونحطوا النوغاتين ونخلطوا مليح مليح باش نخلي الكل يدخل في بعضه من بعد ناخذوا قالب اما نتاع كيك ولا قالب نتاع بوش نفرشوها بالبابي سيلوفان من الداخل باش بعد في الهزان تبدا سهله نفرشوه مليح نصبوا الخليط هذاك في وسط القالب هذاك نستويوه مليح مليح نلتخوه شويه على الرخامه باش الكوانات نتاعو الكل تتعبى ويبدا فيه معناها ما يبداش في بلاصه فارغه ولا حاجه من بعد نحطوه نغطيوه بالسيلوفان من فوق ونحطوه مد اقل حاجه 6 سوايع ماذا بينا نحطوه قبل بنهار معناها نعملوها قبل بنهار بيتوها ليله كامله في الكونجيلاتور معناها ولا نعملوها قبل بست سوايع
معناها نخرجوها بعد 6 سوايع. من بعد نحطوها في الطبقه كيكه نتاع باش نزينوها، وتزين كيما تحب، تحط كعبات سوريز من فوق ولا تحب كيما انا حطيت شويه كراميل وكعبات سوريز باش ما نبعدش المطعم نتاعها وصحه وبالشفاء. يعطيك الصحه، شكرا ليك درسوفه. دونك تلقاو الفيديو كامل على الباج نتاعنا فيسبوك اف ام، فيسبوك وتنجمو فايزر بوك اف ام. عبد باش يموت على التلقيح. نرى شكرا نرى فايزر بوك كل شيء، فايزر كل شيء، فايزر التوا بحذاه يجي لهنا. يلا يا سيدي تبعثوا الاسئله نتاعكم لدرسوف على الانستغرام نتاعك وجينتنا باي درسوف بحري. غدوه زيدا حويجه اخرى بمناسبة عيد الامهات ان شاء الله. شكرا ليك درسوف. نحن باش نمشيو نشوفوا بعد شويه الاهم ما صار في الميديا التونسيه مع العروضيات وقايه الموسيقى. تو باش ناكلوا ونطعموا ونرجعوا لكم. ميديا ماغ على اي اف ام. في ميديا ماغ باش نبداوها بالتدوينات، ونبداو مع تدوينه للاعلاميه سماح مفتاح. سماح مفتاح اللي دونت على الباج فيسبوك نتاعها بعد حلقه الاميره العكروت في قناه التاسعه، وقالت لفت نظر الظهور الاعلامي الوحيد للاميره السابق كامل العكروت كان مع سماح مفتاح منذ 4 أشهر على بكري كيف العاده. موجود معنا هنا وقتها وحكينا عليه في هل من اجابه على قناه كرتاج بلوس. سبحان الله الزملاء ديما ينساو، وفما منهم شكون ينسب الحوار لناس اخرى وقنوات اخرى كل ما يتعلق الامر بالضيوف اللي تعداوا معنا رغم اللي حصريا رغم اللي القائمه طويله. هاشتاج تنويه تنويه ديما فما الفاز تذوما موجودين، معناتها انه واحد يعمل اكسكلوزيفيتي ومن بعديك ياخذ معناتها اللي يجي من بعد يعمل كل الاكسكلوزيفيتي عندي وكل الاكسكلوزيفيتي عندي. تذكرني بحكايه اول ما بدينا في اي اف ام الاكسكلوزيفيتي عندنا نحن راديو اخرى راديو اخرى مسيرش مش مشكله مش مشكله. المهم المعلومه توصل للمستمع توا ولا من بعد ولا اللي هو. وانا نقول ديما كيما في المسرح بالضبط، معناها نجموا نحكيوا على نفس الموضوع 4-5 مثلا، نجموا نقتبسوا مسرحيه عطيل احنا 3 مخرجين وكل مخرج وكيفاش يعمل لو تريتمون تاع المسرحيه. دونك كل حوار انت والمحاور اللي يبدا معاك، دونك نجم تكون فما معلومات عند هذه ما تلقاهاش عند محاور اخر والا منشط اخر. شكرا لكم فهمتوني حسيتكم هو كل واحد والبصمه نتاعو في الحوار. بارك الله فيك. باش نكملوا نحكيوا على اروى الترودي المرحومه اروى الترودي. كنا حكينا مرفيت على معناها ايقاف قرار ايقاف بث التقريم تاع حقائق الاربعه، ودخل معنا وقت السيد محسن ديلي وقرروا مش باش يتم ايقاف البث معناها على خاطر تم رفض الطلب. تم رفض الطلب البارح. الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري الهيكا دعات كافه القنوات التلفزيونيه والاذاعيه للالتزام بالضوابط المنظمه للحق في حريه الاعلام والتعبير المتعلقه باحترام حقوق الاخرين وسمعتهم واحترام كرامه الانسان والحياه الخاصه والمعطيات الشخصيه، وهذا في علاقه بالتناول الاعلامي في قضيه وفاه المواطنه اروى الترودي. كما دعات الهيكا كافه الصحفيين والصحفيات الى الالتزام بقواعد المهنه واخلاقياتها المسؤولية الاجتماعية والإنسانية وعدم توظيف مثل هذه القضايا المأساوية في صناعة الإثارة والترفيع في نسبة الاستماع والمشاهدة على حساب جودة المضامين، وذلك تبعا للتطورات الأخيرة لقضية وفاة أروى الترودي وما أثرته من نقاش بخصوص مسألة التناول الإعلامي للقضايا هذه. وزاد شدت الهيئة على مبدأ احترام سرية التحقيق. بيان سور لازم لازم، وانا خاصة الحقيقة كيف طلبت العائلة عند العائلة واصحابها طلبوا باش هبطوا بلاغ، قالوا بربي احتراما للبنية هي ماتت الله يرحمها احتراما للخاصية. فما حاجات تخي تخي بيرسونيل معناها ما تجبدوهمش وكل. شنو العيب فهمتش؟ علاش ليه تولي بالعسل وليه يلزمنا نحكي فهمتش؟ معناها هل وراها حكاية كبيرة مثلا لازم تتحكي؟ هل فما باغ اكزومبل هذا التحقيق اولى به وجوج قبل صحيح. قبل ما نوصلوا للتحقيقات الصحفيه للتحقيق اولى بالشيء هذا دونك القضائي تحقيق قضائي اولى من انه يتعدى في روبورتاج في التلفزه. دونك خليوا التحقيق يشوفوا وين الحكايه باش توصل ويتسكر الدوسي ومن بعد نعملوا تحقيق صحفي معناتها
معناتها فوالا دونك هذا هو المعقول معناتها دونك بليغ نتاع ليكارا وصحيح 100% تو لهنا. نحكيو على رانيا التومي. رانيا التومي دار لها تصريح لايامات هذه يقول والا يقولوا فيه اللي هي ازي هي قالت لي انا ازين امراه في تونس. رانيا هبطت توضيح البارح قالت بربي توضيح صغير باش نضيع به دقيقتين من عمري مش باش يزيدني برشا فهيتي راهو فما حكايه قاعده تدور من البارح. تقول لي انا صرحت في كاب اف ام قلت لي انا ازين امراه في تونس. قالت اولا انا ما عملت حتى تصريح في حتى اذاعه ولا قناه عندي فتره ولا عمري قلت الكلام هذا. ثانيا الباجيت اللي قاعده تهبط في الحكايه هذه راهم معناها فاضين شغل وانا ما قلتش الشيء هذا. وثالثا بالنسبه للناس اللي قاعده تسب هكاك نحب نقول لكم اما غير ما تاكد نحب نقول لكم ربي يشفيكم. ورابعا عملت تاج لي راديو كابا فيم وقالت كان انا جيتكم ما في بليش قولوا لي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي وضحت بعد هجمه كبيره معناها تعرضت الايمت هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا. ايه عندك ما تضيف وجوج؟ لا انا ما وعدتش بيك. ان قلت لي انا زين وحده في تونس معناها اي بالحق مزيانه ومحلاها يعني معناها شباب تخي بالفي ونسال الكل يقولوا راه انا ازين وحده في الدنيا معناها وحاجه ياسر باهي راه اي فتاه وفتاه قدامي تو يسمع فيا ديما اغزر روحك في المرايه يقول انا اشب وحده في الدنيا انا ازين وحده في الدنيا على خاطر كي تقول هذاك راهو فما شحنه كبيره ياسر معنويه تكتبها انت في روحك تخليك عندك ثقه في روحك تخليك تواجه الدنيا اللي ماهيش سهله حتى تعرف. قول انا ازين وحده انا اذكى وحده انا احسن وحده بي برشا معني ما نشوفهاش حاجه خايبين وبرا قالت الناس ناس تونس تسب يا اخي ما فهمتش انا معناتها علي عبيد تسب واحد ما فهم عبيد ما تحبش البروفوكاسيون تظهر لهم بروفوكاسيون اوه بون هي قالت ما قلتش على كل حال انا نقولها رنوشه محليك محليك وان شاء الله ربي يوفقك في اللي تعمل فيه وان شاء الله نشوفوك في اعمال مزيانه خاطر نعرفها اللي هي مغرومه ياسر بالتمثيل ونقول لها واش خاص تعمل لك تدريبات نتاع مسرح فورماسيون ودنيا وكل شيء وخاطر عندك اون بون انرجي وادهم على المسرح وخفيف تروح محلاها اي 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 باهي الحقيقه باهي. تفضل نحكيو طبعا على تدوينة الأستاذة نزيهة رجيبة أم زياد. هبطت التدوينة قالت صباح الخير بربي فماش محامي مفارعي في أمور السياسة نحب يقدم لي شكاية باسمي ضد الإذاعة الوطنية وحاتم بن عمارة وبرنامجه الصباحي اللي عمل فيه كرونيك قارة للشاعر الغنائي حاتم الجيزاني عنوانها يوفا الحديث. وحاتم الجيزاني قالت لي هو معروف معناها ديما مع توجهاته مع فما فئة معينة من السياسة وهي تحكي فيه معني على بكل صراحة على عبير موسي وقالت خطابها التعيس في ترذيل الثورة والسخرية منا احنا المناضلين ضد النظام البوليسي وحكم العصابات التجويعية. اللي حب يتصل بنا باش نعطيه نسخة من بطاقة تعريف متاعي نفكر بعد الخطوة هذه وكان الجيزاني بقى باش نمشي نعتصم حتى وحدي قدام الإذاعة الوطنية. شكرا لك عروض مازال الجوائز باش نحكيو على جوائز أماج الرمضاني. البارح كان الحفل وأسدل الستار على المسابقة هذية باش نبدأ طبعا نعطيكم الجوائز. جائزة أماج أحسن ممثل في دور رئيسي كانت من نصيب رياض حمدي في ألف مبروك الحرب. ألف ألف مبروك أماج. أحسن ممثلة في دور رئيسي وجيهة جندوبي في مسلسل الحرقة وعائشة بن أحمد في مسلسل الحرقة. أماج أحسن ممثل في دور ثانوي أسامة كشكار برافو. وأماج أحسن ممثلة في دور ثانوي نعيمة الجاني في الفوندو مبروك. أماج أحسن وجه جديد رجالي ملك بن سعد الحرقة مبروك وليدي محليه في الفوندو. أماج أحسن وجه جديد نسائي سناء الحبيب في الحرقة وياسمين عبيد في أولاد الغول. أماج أحسن مخرج لسعد الوسليتي في مسلسل مبروك لسعد مبروك. أماج أحسن سيناريو لعماد الدين حكيم الحرقة مبروك. أماج أحسن مسلسل الحرقة. وأماج أحسن تركيب أحمد بن كريدس في الحرقة كريديس عفوا. أماج أحسن صوت محمد كنكان سامي الغربي في الحرقة. وأماج أحسن أغنية لي مهدي المولهي في الفوندو مهدوش ألف ألف مبروك. حطينا بلين بعد أغنية أماج أحسن صورة ربيع المسعودي الحرقة ألف ألف مبروك ربيع لقسم السلسلات. أماج أحسن ممثل في دور رئيسي جمال المديني كان يا ما كانش جمالة. أماج أحسن
احسن ممثله في دور رئيسي فاطمه بن سعيدين كينيا ما كانش. واو. اماج احسن ممثل في دور الثانوي عبد الحميد جياس في كينيا ما كانش. اماج احسن ممثله في دور ثانوي ريم عيد كينيا ما كانش. واماج احسن وجه جديد رجالي سيف عمران في كينيا ما كانش. احسن وجه جديد نسائي زينب ناجي في عيشه فل. زينوبه صغرونا بنيه هبل لماني فيك. اماج احسن مخرج حمدي مبروك القيس بربي بوها. خليني نتكلم معك كلمتين مازال مسبح حتى نجمع تخبر الواحده. قيس ناجي الف 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 مبروك الف مبروك للبنوت. اماج احسن مخرج حمدي جويني 16 مبروك. واماج احسن سيناريو حاتم بالحاج عزيز جبالي مبروك حشوم في كينيا ما كانش. واحسن سلسله تلفزيون 16 احسن تركيب محمد المخلوفي في 16 واحسن صوت هو صابر القبلاوي وفؤاد ثابت كينيا ما كانش. واحسن اغنيه هي لي نوردو ابن خلدون. بالنسبه للجوائز الفنيه المشتركه اماج احسن تصميم ملابس صالح بركه كينيا ما كانش. مبروك. احسن ديكور سوفي بن عبد الكافي كينيا ما كانش. مبروك. واحسن قيافه انيسه غلالة في الحرق. أنيسة غلالة ألف مبروك. وعلي أنا قديمة في جرتكم مبروك 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 ليهم الكل. مبروك للمسلسلات مبروك للدراما التونسية بالحق مبروك للتلفزة الوطنية. شو كيفاش كيف نخدموا على بكري وكيف ناخذوا وقتنا ما نجموا نكونوا نعملوا كان دي برودوي ياسر ياسر محليهم. الف مبروك مره اخرى للمتوجين الكل. 11 دقيقتين خذينا دقيقتين على غالب لو فسمحنا ومن بعد نمشيوا للاخبار ونرجعوا نكملوا معاكم حتى نص النهار. يا فام ميتيو عسلامتكم ومرحبا بكم على يا فام.